السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متتبعي قناه مغارب نيوز، حنا كطاقم تقني ديال مغارب نيوز، انا والاخ مصطفى والاخ يوسف والاخ ادريس، غننهضروا لكم على اشنو وقع لينا في التغطيه ديال ريان. التغطيه ديال ريان اللي كان موضوع عالمي. انا معايا الاخ مصطفى، وحنا ك طاقم تقني غادي نحكيو لكم المعاناة اللي دوزنا. تصنتوا معنا، تابعوا معنا. اخ مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا الاوفياء، مشاهدين قناه مغارب نيوز، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف ما قال الزميل هشام، فاول حاجه بعدا كنقدموا مره اخرى التعازي الحاره لعائله ريان وجميع الشعب المغربي. كيف ما تبعتوا معنا قضيه ريان، كانت قضية عالمية بدون استثناء. جميع المواقع تناولوها، جميع الصحف وجميع الجرائد العالمية تناولتها. بطبيعة الحال احنا كطاقم تقني مرافق قناة مغارب نيوز كنا وحصلنا الشرف اننا نكون حاضرين. كنا كنتمناو اننا نرجعوا بواحد السعادة انه الطفل ريان رحمة الله عليه يخرج حي، ولكن قدر الله وما شاء فعل. ولكن كيف ما قال الزميل هشام، المعاناة كانت معاناة كبيرة 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 بزاف، يعني معاناة لا تتصور. وكان لنا الشرف أننا كنا من القنوات الأولى اللي حضرت، يعني على ما أظن كانوا واحد ثلاثة أو أربعة ديال المنابر، كنا حنا من ضمن هذه المنابر هذه. وتمت غادة ديك المسألة وكترتفع، يعني المنابر يوم عن يوم كيرتفعوا حتى جاء اليوم الأخير اللي كيف ما شفتوا راه العالم كله تبع، اللي جات قنوات عالميه كانت حاضره في اي مكان. اذا باش ما نحتكرش الكلمه، غادي نخلي الكلمه للزميل ديالي هشام اللي ربما يعطي كذلك واحد الفكره على المعاناه اللي عانينا، وربما هو الا نسى شي حاجه غادي نحاول نضيفها انا، وانا كذلك مثلا نسيت انا شي حاجه غيضيفها هو. وكنتمنى انكم تبقاو معنا وتشاهدوا، حيت هذا الشيء صراحه قصه سبحان الله، يعني غتبقى في الذاكره ما تتمسحش. تحياتي مشاهدي الكرام. انا كنقول لكم معاناه، يعني ما كان حنا اللي كنا في عين المكان، كنا كنقلبوا على المعلومه باي وسيله، كنا كنلقاو شح في المعلومه، حيت شحال من واحد كيقول لك بان الصحفيين داروا فعلوا. حنا كنا كنقلبوا على المعلومه، كنا ما كنعسوش. وأصعب تغطية دوزناها هي التغطية ديال ريان. أنا نقدر نقول لكم شي حاجة، ولكن الزميل مصطفى راه كان حاضر في عين المكان، حنا كنا في عين المكان. يعني أش غنقول لكم؟ غنخلي لكم مصطفى باش يزيد يكمل لكم المعلومة. بالفعل زميلي هشام، فاليوم اللي وصلنا فيه لك الدوار اللي كينتمي ليه الطفل ريان رحمه الله، فالوصول ديالنا اول حاجه وصلنا لقينا الات ديال الحفر كتشتغل. حنا وصلنا يوم الاربعاء، الطفل ريان رحمه الله سقط في البئر يوم الثلاثاء، يعني صباح الاربعاء مع الفجر كنا حنا حاضرين تما. لقينا واحد الكم هائل ديال الناس ديال الدواوير كل المجاوره، ما كانش بالقدر اللي ولا عليه في الاخير في الايام الاخيره، ولكن كان هناك واحد الكم غفير من كان عندنا العديد من الاكراهات. من بين الاكراهات هو كيفاش يتم شحن الهواتف ديالنا. صحيح، طبيعه الحال اننا كنا كنقوموا بالمباشر بالاضافه الى اليوتيوب اللي كان كيتكلف به الزميل هشام، وكذلك الزميل يوسف. عبد ربه مصطفى القرناوي كان مكلف بالمباشر قبل ما يلتحق بنا الزميل ادريس كذلك. فكتعرفوا من الضروري انه ملي كتشتغل بالهاتف فاكيد خاصك تشحن الهاتف ديالك، فحتى الشحن ديال الهاتف كان عندنا صعوبه، اضطرينا اننا نستعملوا ماشي غير الهاتف اخويا مصطفى، حتى الشبكه ديال الانترنت كانت عندنا فيها مشكل كبير. حنا جايين اكراه ورا اكراه، دابا حنا جايين مع اكراه الاول اللي كان عندنا،
دون الإكراه الأول هو الشحن ديال الهاتف. يعني عوض ما أنك تبقى في بلاصه في المكان ديالك باش توصل المعلومه للمشاهدين الكرام، كضطر انك كتحبس العمل ديالك وكتحبس يعني التصوير ديالك وكتهبط وكتخلي الهاتف ديالك كيتشحن فاش في السياره اللي الخاصه اللي جينا بها، السياره الخاصه. يعني تخيلوا معايا هذاك الشحن شحال كيستغرق يعني في السياره، وهذيك السياره ما يمكنش تشحن، كلشي كيعرف اللي كيستعمل السياره، الا شحنتي الباتري يقدر يخوى. اذا كتضطر انك تشغل السياره وخا واقفه في المكان ديالها كتستنفد الوقود بطبيعه الحال. هذا ماشي مهم، هذا داخل في اطار ديال الخسائر اللي ديكا كما كنقولوا، ولكن كتضطر انك تبقى واحد المده يعني ماشي سهله، كتبقى كتسنى ريتما يتشحن هذا الهاتف، وماشي غير هاتف واحد، ثلاث هواتف ولا اربعه؟ اربعه ديال الهواتف، اربعه الهواتف، اربعه ديال الهواتف. اذا كتضطر انك تسنى واحد ساعتين من غير معده تصوير، من غير معده تصوير، من غير معده ديال التصوير. هذيك كتبقى حنا كنتكلموا على الهواتف اللي كنا كنستعملوها بزاف، يعني ولينا عايشين بعيدين على العالم الخارجي، حتى الاسر ديالنا ما بقيناش كنتواصلوا معها. علاش؟ ما عندكش الوقت فين تواصل، يعني هذيك المكالمه وليتي كتحسب لها 1000 حساب، كتقولي الا تكلمت دابا غيمشي ليا، يمشي ليا الشحن. يعني عشتي واحد العالم ديالك بوحدو، يعني شي حاجه اللي صعيبه، صعيبه بزاف. كضطر وكان عندنا واحد الجبل، علاش؟ حيت السياره ما يمكنش لها تطلع في المكان اللي كان فيه البيت ديال الراي رحمه الله، واضطرينا اننا كنحطوا هذوك السياره في المكان ديالها فين كاينين جميع السيارات، لا ديال الدرك الملكي ولا الوقايه المدنيه ولا قوة مساعدة ولا جميع ولا الناس ديال الجماعة ولا الناس مسؤولين في العمالة، كلهم تحطوا في واحد المكان اللي ما يقدروش يديباسيو، ما يقدروش كما يتجاوزوا كما كنقولوا بالعرب اللغة العربية. وحنا يعني كتضطر انك تستعمل رجليك يعني غير بس تصعد مع ذاك الجبل، راه الزميل هشام يقول لكم الصعود كيفاش داير. يعني تخيلوا معايا، شوف واحد المعاناة كنطلبوا الله يجعلها في الميزان ديال الحسنات. وغنخلي الزميل ديالي هشام باش يتكلم باش ما نحتكرش. وغادي نقول لكم واحد القضيه، بان الاخ مصطفى كان كيشد لايف واحد، عرفتوا شحال فيه هو واقف على رجليه، كاين اللي ما يقدش يتحملها. شد واحد اللايف فيه 4 سوايع هو واقف، ها هو سمعوا على اللسان ديالو. بالفعل زميل هشام، غير لتصحيح المعلومه، فاللايف بقى خدام حتى طفى التليفون، حتى طفى الهاتف، يعني استغرق 3 ساعات وبعض الدقائق الى ما خدمتش تقريبا 4 ساعات، جاي 4 ساعات. يعني حتى الهاتف، يعني الشحن ديال الهاتف فرغ، ورغم وكو كان عندنا شي حاجه اخرى، مثلا شي هاتف اخر او شي طريقه اخرى باش نسرعوا الوتيره ديال الشحن ديال الهاتف، كان بامكان ديالنا نديروها فقط لايصال المعلومه. اذا هنا يعني الهدف حنا من هاد الفيديو اللي دايرين دابا، هو كان واحد الاجحاف في حق الصحفيين. نعم، يعني كتحس براسك بان درت شي واحد المجهود بدني، مجهود فكري، حتى تصور على مستوى التغذيه. حنا ما كنتكلموش على الماكله، هو الخير الحمد لله، وهذوك الناس بلاد الخير، بلاد الخير الحمد لله، ناس كرماء هذوك الناس، ولكن حنا ما عندناش الوقت فين تتاكل. عطي اقسم بالله الذي لا رب سواه، الا كنتناولوا البسكوي وراه الزميل هشام ولا الاخ يوسف ولا الاخ ادريس راه يشهدوا على هذا الكلام هذا او يكذبوه. كان يعني عايشين بالبسكوي والماء باش عايشين، حيت ما كاينش، عرفتي، في اغلب يعني كما كنقولوا الحالات الزوينه كنتناولوا ذاك الحك ديال الطعم مع الخبز، رغم ان ولكن الانسان ما عندوش الخاطر فين يبقى يقلب. راه كان الخيرات الحمد لله، كانوا الناس الله يجزيهم بخير، الناس ديال ديك المنطقة، كاين شي ناس يعني حنا سمعنا هذا المعلومة، ولكن أنا ما حضرتش، أنا سمعت إخوان بأنهم كيمشوا ياكلوا في شي بلاصة، ولكن حنا كما قلنا عندنا إكراه. حتى ذاك البيت اللي كانوا دايرين فيه الشحن، أنا غينوض شي واحد غادي يقول لك لا، راه كانوا عاطيكم بيت كتشحنوا فيه، راه هذاك البيت اللي كان فيه الشحن راه ما بقيتيش كتلقى فين تحط الشحن. الناس حاطة بيسيات ديالها، الناس حاطة هواتف، حتى آلة التصوير، حتى العديد من الامور، ما عندكش انت فين تشارجي، لدرجه انه واحد 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 اللقطه يعني تصوت الضوء، راه الزميل كانت صوت الضوء، ذاك الضغط
داك الضغط على داك المولد الكهربائي يعني ولا عليه واحد الضغط ضغط كثير. اه هذا الشيء علاش حنا اضطرينا اننا نستعملوا السياره الخاصه. ولحسن الحظ انك عندنا السياره رغم ان كما قلنا ما كانش عندنا واحد التغطيه ديال 24 ساعه 24 ساعه ولكن كانت اكراهات. ولكن الشيء اللي يحز في النفس هو ان هذه المجهودات كلها تقوم بها ومن بعد تسمع واحد الالفاظ صحافه ديال المرقه. هادو ماشي الفاظ كيتقالوا هادو صحافه ديال المرقه. لا خصك انت تحط راسك في المكان ديالنا وتجي تشتغل في هذيك الطريقه. وهذوك الاكراهات اللي كانوا عندنا حنا وهذيك الساعه ربما الا قلتي شي كلمه غادي نحسوا بك بانك خرجات من واحد الانسان اللي عنده تجربه. هذا فيض كما كنقولوا فيض من غيب. هذه واحد شويه من بزاف ديال الاكراهات. نخلي الزميل هشام يتكلم. كما كيقولوا راه ما حس كيقول واحد المثال مثال مغربي ما حس بالمزود علي مخبوط به. حنا اللي كنا في عين المكان وحنا اللي كنا كنقلوا الاخبار وكنقلبوا على الاخبار وبزاف الحوايج انك كنا كنتسناو كل مره كيقولوا لنا هم غيخرجوه باقي الميتراج. حنا داك الشيء اللي كنا كنسمعوه كنوصلوه يعني كنا كنقلبوا على المعلومه باي ثمن ما كناش كنريحوا. علاش قال لك الاخ مصطفى بان ما كنلقاوش كيفاش كناكلوا؟ راه ماشي راه كل شيء كاين، كاين الماكله كاين كل شيء، ولكن انت ما كتقدش تاكل خاصك تقلب على المعلومه باش تعرف رايان فين وصلوا فيه. وتحياتي للجميع ونخلي الكلمه لمصطفى الاخيره. صراحة اش خلى ذاك المثل الداريجي وكنعتذر على هاد اللغة اللي غنتكلم بها، قال لك شلا ما يتقال ولكن سال تقال. يعني هذا واحد شوية من بزاف ديال الأمور ولكن كنعاود نقولها. حنا مع أنه كان بعض التجاوزات كانت ماشي ما كانتش، ولكن الإنسان ما يوضعش السمك كله في سلة واحدة. راه كانوا ناس كانوا مراسلين صحفيين اللي بذلوا مجهودات ياك لدرجه انهم بكاو بكاو. علاش بكاو؟ لان هذاك طفل اول حاجه فيه خوك فيه ولدك فيه مغربي فيه مسلم فيه العديد من الامور. كيف يمكن انه مثلا العالم كله بكى على ذاك الطفل؟ كيفاش حنا اللي مغاربه اقرب ليه من اي واحد؟ يعني احنا عشنا المعاناة، عشنا اكراهات كبيرة بزاف اللي جعلها في ميزان الحسنات، ولكن بالمقابل انك تسمع صحافة ديال المرقة، شوهتوا الصحافة، يعني هاد الامور صراحة ما كتحس في النفس وما كت كما بقات لنا واحد كما قلنا هاد الشيء بقى لنا في الذاكرة. حتى مسألة ديال هاد الجرح هذا هو بقى غيبقى في الذاكرة. معقول. علاش؟ حيت هاد الناس هادو كيهضروا من وراء الشاشه ما عاشوش هذه اللحظه. وحتى كذلك الغريب في الامر واللي كيحس في النفس اكثر هو انه زملاء معك في المجال الصحفي ربما كنقولها وكنعتذر باش ما تفهمش واحد مفهوم اخر. كان من المفروض انهم هما كزملاء صحفيين او لك صحفيين مثلا في واحد وسائل اعلام رسميه او مثلا فيتينا في الميدان وفي المجال وقبل منا وعندهم الاكسبيريونس او مثلا حتى عندهم اجازه قارين مثلا كان بامكان انهم ما يوضعوش كما قلنا السمك كله في سله واحده وما يعموش. دابا ملي كيتكلموا بانه الصحافه شو لا بالعكس راه حنا كنا كنحاولوا نستقيوا المعلومه رغم غياب معلومه كما قال الزميل هشام كان شح في المعلومه وكنا كنحاولوا ما امكن اننا نوصلوا المعلومه الصحيحه للمشاهدين الكرام. وهذا الشيء هو اللي كنتمناو اننا نكون نجحنا فيه ولو ما غاديش نقول 100% ما كايناش 100% ولو واحد جزء يسير نجحنا في اننا نوصلوا المعلومه للمشاهدين ديالنا الاوفياء. وصراحه مره اخرى شي مساله ديال قضيه هذه التغطيه ديال رايان رحمه الله فربما تقدر تمشي معنا للقبر حيت ما يمكنش تحيد من الذاكره. كنطلبوا الله اننا ما نتفجعوش فاجعه اخرى مثل هذه الفاجعه اللي تفجعنا في ريان باش ما عاوتاني ما نقولوش هذه تبقى في الذاكره. فكنتمنوا تكون هذه هي اخر الاحزان ودائما الحمد لله. يعني اول حاجه من هذا المنبر ديال قناه مغارب نيوز فكنشكروا جزيل الشكر قائد البلاد جلاله الملك محمد السادس صلى الله
وصراحة وكنوه بالجهود اللي قاموا بها جميع الأجهزة الأمنية، لا من الدرك لا من قوة مساعدة لا من سلطات محلية. في بعض الأحيان ربما خاتنا الحمية، خاتنا الحمية بطبيعة الحال كنقولها، خاتنا الحمية وخاتنا شوية ديال العاطفة كما كنقولوا، وخدينا بواحد المنطلق ديال العاطفة ديال الإنسانية. أننا في بعض الأحيان كنا كنتاقدوا العملية ديال الحفر كيفاش كتتم، ولكن الوقت اللي عرفنا بأنه هذيك هي السبيل الوحيد والكيفية الوحيدة لإنقاذ ذاك الطفل، فأكيد عرفنا بأنه راه تبدلات مجهودات، مجهودات كبيرة تبدلات، وما يمكنش لينا حنا غادي نكونوا عندنا واحد الشهادة أكثر من واحد الناس اللي هما أخصائيين عالميين على الصعيد العالمي اللي نوهوا بالمجهودات اللي قام بها المغرب في سبيل إنقاذ الطفل ريان، إلا أن قدرة الله سبقت كل شيء. والحمد لله على كل حال، ومرة أخرى تعازينا حارة لأسرة الطفل ريان ولجميع الشعب المغربي، واللي كنتمناو إن شاء الله من هذا المنبر هذا أننا نكونوا في المستوى وعند حسن الظن ديالكم، وإلا درنا شي تجاوز كنتمناو أنكم تغفروه لنا وتسمحوا لنا، راه كان سهو أو خطأ ليس إلا، يعني ما تعمدناش نديروه، وكنعتذروا إلا كان عندنا شي خطأ مثلا ضد شي واحد في المنابر الإعلامية، يعني سهو أو يعني كنعتذروا للجميع. فكنبقاو أول وأخير كنبقاو إخوان وكنبقاو مغاربة، دائما الشعار ديالنا الخالد، الله الوطن الملك، وتحياتي للجميع. تحياتي للمتتبعي مغارب نيوز، وكنشكروا جلالة الملك على هذا البادرة، وكنتمناو أنه يكون خير، وتحياتي لكم جميعا وشكرا.